انضمام عدد من الأحزاب السياسية إلى حزب الحركة الوطنية للإنقاذ. أمين الدولة في الصحة والتضامن الوطني دكتور جدي علي سعودي قام بزيارة إلى مدينة أبشة بهدف التعرف على مرض شيكونغونيا. انطلاق حملة جمع النفايات بالدائرة الثالثة بحضور عمدة مدينة أنجمينة ومندوب الحكومة لدى بلدية أنجمينة. النشرة الرئيسية من الفضائية التشادية، أهلا وسهلا بكم. ننوه عناية السادة المشاهدين أنه معي ضيف النشرة لهذا المساء عضو المنسقية الوطنية للاستجابة الصحية السيد عباس أبكر، في حديث معه بعد قليل بعد دقائق حول فيروس كورونا. سيد عباس أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا، شكرا للاستضافة. شكرا جزيلا. ترأس النائب الثالث الأمين العام للإعلام لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ جان برناند باداري انضمام عدد كبير من المناضلين إلى انضمام حزب الاتحاد الوطني من أجل التنمية والتجديد، إلى جانب انضمام عدد من مناضلين حزب التجمع والإنصاف في تشاد إلى صفوف الحركة الوطنية للإنقاذ. محمود حسن سمبو وتفاصيل هذا الحفل. ارتفع علم الحركة الوطنية للإنقاذ إمبيس آليا خلال هذا التجمع السياسي من قبل هؤلاء الشباب من أبناء قرية ديشينغ بلاكليري المقيمين في العاصمة أنجمينة، بحيث انضموا إليها رسميا من حزبي حزب الاتحاد الوطني من أجل التنمية والتجديد UNDR وحزب التجمع والإنصاف في تشاد بري، اللذان يعدان من بين أحزاب المعارضة السياسية في البلاد. وبذلك فقد انطلق هؤلاء الشباب في حياة سياسية جديدة في صفوف الحركة الوطنية للإنقاذ MPS، بعيد تسليمهم بطاقات وشاه الحركة من قبل النائب الوطني الثالث للأمين العام للإعلام للحركة متر جان برنار باداري. شهد الحفل العديد من الكلمات الترحيبية بهؤلاء المنضمين في صفوف الحركة، أولاها كانت للأمين التنفيذي للحركة بالدائرة التاسعة محمد بن بشارة، حيث عبر لهم عن عميق شكره لانضمامهم إلى حزب الحركة الوطنية للإنقاذ MPS، موضحا بأن الحركة وبفضل توجيهات مؤسسها مشير تشاد إدريس دابي إتنو رئيس الجمهورية ترحب بكل مواطن تشادي ينضم إليها من أجل بناء الوطن. المتحدث باسم المنضمين السيد جوا كا أزاريا قال إن هذا الانضمام جاء بعد الكثير من التفكير الجماعي الذي أكده بأن مشير تشاد إدريس دابي إتنو رئيس الجمهورية يعمل دائما وأبدا من دون كلل ولا ملل من أجل تنمية البلاد في مختلف مجالات الحياة. من جانبه الأمين العام للحركة الوطنية للإنقاذ MPS لمدينة أنجمينة أبا جدة ممر وبعد رحب بهم هو الآخر، فقد أكد لهم بأن مناضلو الحركة جميعهم متساوون فيما يتعلق بنهضة الحركة، موضحا بأنه لا يوجد هناك مناضل من الجيل الأول أو من الجيل الأخير، الجميع يعملون من أجل النهوض بتشاد بحسب توجيهات مؤسسها مشير تشاد إدريس دابي إتنو. متر جان برنار باداري النائب الوطني الثالث للأمين العام للإعلام للحركة الوطنية للإنقاذ MPS الذي انضم بفضل جهوده هؤلاء الشباب إلى الحركة وبعد رحب بهم باسم الأمين العام للحركة، فقد أكد لهم بأنهم قد اختاروا الطريق الذي أسس من أجله مؤسس الحركة وهو النهوض بتشاد في مختلف مجالات الحياة، مشيرا بأن تشاد باتت الآن معروفة على المستوى العالمي لا سيما في مكافحة الجماعات الإرهابية في أكثر من منطقة إفريقية. كما أكد لهم بأن رئيس الجمهورية سيعمل من أجل تنمية لاكليري في مختلف المجالات. جرى الحفل بحضور مختلف المسؤولين للحركة في الدائرة التاسعة لمدينة أنجمينة.
قام أعضاء مكتب بامينة أساس بافتتاح عدد من الآبار الارتوازية بمقاطعة واي بولاية البحيرة. افتتح هذه الآبار محافظ واي بحضور رئيس مكتب بامينة أساس وأعضاء المكتب والمنسق العام لبامينة عز الدين الأمين والتفاصيل. استقبال لافت حظي به أعضاء مكتب بامينة أساس بقيادة رئيس المكتب إبراهيم خليفة والمنسق العام لبامينة أساس أبو بكر محمد عبدالله برغو. ولدى وصولهم إلى مدينة نجوري بولاية البحيرة بهدف افتتاح آبار ارتوازية قدمها مكتب بامينة أساس بتوجيهات من مؤسس بامينة رئيس الجمهورية مشير جات إدريس ديبي إتنو، وافتتحت أولى الآبار بالمدرسة الإعدادية الإنجيلية بنجوري بحضور محافظ مقاطعة واي ووجهاء المنطقة. ولاقت هذه البادرة ترحاب القائمين على المدرسة الذين أعربوا عن عميق شكرهم لبامينة أساس ومؤسسها المشير إدريس ديبي إتنو. أما رئيس مكتب بامينة أساس إبراهيم خليفة فقال إن أعضاء مكتب بامينة بعد أن رافقوا المشير إدريس ديبي إتنو قبل 30 عاما لتحرير الشعب التشادي من قبضة النظام السابق أبت أنفسهم إلا أن يرافقوه في مسيرة التنمية التي انتهجها كتوفير المياه الصالحة للشرب وتحقيق الرفاهية الكاملة للمواطنين. حسا الشغل جبنا لكم شيء بسيط رمزي بس بإذن الله فيما بعد إن شاء الله بعد الخريف الناس المالي وعلمة نجي نوفر لهم علمة، الناس الناقص لهم حاجة نجي نكمل لهم. نهنا أدريس دبي إتنو المارشال يعني الخطوة اللي هو ماشي ده يدور زول ده مواطن ده يرتاح أمني متوفر والصحة والتعليم ده يقدر يوفر للدولة. المنسق العام لمكتب بامينة أساس أبو بكر محمد عبدالله برجو فقال إن رفاق رئيس الجمهورية مثلما كابدوا معه مشاق تحرير الوطن من قبضة الدكتاتور حسين هابري في العام 1990 سيكابدون المشاق حتى تتحقق الرفاهية للمواطنين وتوفير متطلبات الحياة لهم. من جهته محافظ مقاطعة واي عثمان بدو الطاهر بعد تسلمه مفاتيح البئر أعرب عن تقديره لما يقوم به أعضاء مكتب بامينة الذين تلامس عطاياهم احتياجات المواطنين. ذات الآبار حظي بها سكان قرى زينجي وديبنشي التابعتين لمقاطعة واي، ولقي وفد بامينة أساس استقبالا لافتا من السكان ووجهاء المنطقتين الذين عبروا عن امتنانهم لبامينة أساس، وتم افتتاح الآبار وسط زغاريد أهالي المنطقة. قام مساء أمس أمين الدولة في الصحة العامة والتضامن الوطني دكتور جدي علي سوغودي بزيارة إلى مدينة أبشة للتعرف على الوضع الصحي بالمدينة وتفقد الحالات الصحية للمرضى المصابين بعدوى المرض الذي تفشى مؤخرا بمدينة أبشة تشيكونغونيا. هذا وتفاصيل هذه الزيارة لدى النظيف عبد الكريم. على رأس وفد رفيع المستوى أمين الدولة في الصحة العامة والتضامن الوطني الدكتور جدي علي سوغودي استقبله حاكم ولاية والداي ومعاونيه. فأول خطوة قام بها أمين الدولة في الصحة عقد اجتماعا مع المعنيين بالصحة وذلك بصالة اجتماعات فندق مدينة أبشة، ومن ثم الخطوة التالية قام بجولة تنويرية داخل أقسام مستشفى مدينة أبشة المركزي والمراكز الصحية التابعة له، كما أن جولة أمين الدولة كانت معمقة حيث حاور فيها مرضى الكورنيالي وكذا العاملين في المجال الصحي وكيفية معالجة المرضى منذ ظهور مرض الشيكونغونيا. لكنه بعد نهاية جولته أكد أن الهدف منها رفع معنويات كادر الصحة لمواجهة مرض الشيكونغونيا والتعامل معه، مضيفا أن مرض الكورنيالي عادي ويتم علاجه وليس بمرض حديث الولادة، وكان له ظهور في البلاد مسبقا ويسببه بعوض الأيدس إيجيبس الذي يلدغ الإنسان بالنهار، لذا لابد من استعمال الناموسيات في كل الأوقات. وتجدر الإشارة أن أمين الدولة في الصحة العامة والتضامن الوطني الدكتور جدي علي السجودي سيواصل زياراته ومتابعاته في المجالات الصحية داخل مدينة أبشة، لا سيما مرض الشيكونغونيا المعروف محليا بالكورنيالي.
تقدم مساء أمس مدير العام النائب بوزارة الصحة العامة والتضامن الوطني دكتور محمد حامد أحمد، قدم بيانا بمناسبة اليوم الأفريقي للطب التقليدي الذي يصادف 31 من أغسطس من كل عام. نتابع جزء من حديثه. Place importante dans notre vie quotidienne selon l'Organisation mondiale de la santé. يحتل الطب التقليدي مكانة مهمة في حياتنا اليومية، ووفقا لمنظمة الصحة العالمية فإن 80% من سكان أفريقيا يستخدمون الطب التقليدي لتلبية احتياجاتهم الصحية. وقد اعترفت منظمة الصحة العالمية بالعديد من الجوانب الإيجابية للطب التقليدي، بما في ذلك الدور المهم الذي يلعبه الطب التقليدي في علاج الأمراض المزمنة وفي تحسين نوعية حياة الأشخاص المصابين بأمراض خفيفة وكذا بعض الأمراض المستعصية. وتجدر الإشارة إلى أن تشاد التزمت بقرار منظمة الصحة العالمية الصادر في العام 2000، والذي يجعل من الطب التقليدي استراتيجية للرعاية الصحية الأولية، وقد صادقت بلادنا على عدة اتفاقيات في هذا الخصوص، وأعلنت بوضوح التزامها فيما يتعلق بالطب التقليدي خلال مؤتمرات القمة لرؤساء الدول الأفريقية. إن هذا اليوم يتيح لنا الفرصة للإشادة بالتقدم الكبير الذي تم إحرازه على مدى 20 عاما الماضية في مجال الطب التقليدي في أفريقيا بشكل عام وفي تشاد بشكل خاص. لذلك أناشد ممارسي الطب التقليدي بمواصلة العمل في الجمعيات ريثما يتم اعتماد النصوص التي تنظم الطب التقليدي في تشاد. وتجدر الإشارة أيضا إلى أن وزارة الصحة العامة والتضامن الوطني تخطط لإنشاء وحدة بحثية لتطوير الأدوية وطب الأعشاب لمكافحة كوفيد-19، وبالتالي فإننا ننتهز فرصة اليوم الأفريقي للطب التقليدي من أجل دعوة المؤسسات والمعاهد البحثية والشركاء الفنيين والماليين وجمعيات مزاولي الطب التقليدي والقطاع الخاص إلى تعزيز تعاونهم بهدف تحقيق إدماج فعال للطب التقليدي في نظامنا الصحي. عقدت مؤخرا لجنة إدارة الأزمة الصحية اجتماعا ترأسه وزير الأمن العام والهجرة نائب رئيس لجنة إدارة الأزمة، ودعا من خلال هذا الاجتماع المواطنين إلى احترام الإجراءات الصحية وأن تقوم الجهات المعنية بمسؤوليتها التامة. حول هذا عد لنا زميل سميح حسن الحلو هذا التقرير. إن فيروس كورونا ما زال موجودا في المجتمع المحلي، ورغم ذلك إلا أن عدد كبير من المواطنين قد تراخى بشكل فاضح في عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية المفروضة من قبل الدولة. الأمر الذي حدا بلجنة إدارة الأزمة الصحية تذكير السكان بضرورة احترام هذه الإجراءات الوقائية، لا سيما في أماكن النقل الجماعي والبارات والحانات والنوادي الليلية التي اخترقت الإجراء المرتبط بإغلاقها، وكذا في دور العبادة والتجمعات في الأفراح والأتراح. فكل ما ذكر يعد تجاوزا خطيرا حيال ما اتخذته الحكومة من تدابير وقائية للحد من انتشار كوفيد-19. كما أوضحت اللجنة أن تخفيف بعض الإجراءات المتعلقة بعدد فتح الحوانيت والمخازن والأسواق والمطاعم لا يعني رفع كل الإجراءات. وفي هذا الصدد أمرت اللجنة كل الوزارات المعنية باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة من خلال العمل مع قادة الطوائف الدينية ومسؤولي وكالات السفر لحث المواطنين على احترام القرارات الاحترازية في جميع الأراضي الوطنية، مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين في هذا الشأن. وأن اللجنة قد قررت بأن تطبيق واحترام هذه القرارات ستضمن مراقبته قوات الأمن دون ما مشاركة للجيش. هذا وبما أن فيروس كورونا قد أصبح وباء عالميا ضرب جميع الدول المعمورة، فإن اللجنة قد طلبت بإصرار شديد من جميع المواطنين تفادي السفر خاصة إلى أوروبا إلا للضرورة القصوى. وبخصوص البداية الأكاديمية والمدرسية، فقد اتخذت إجراءات جيدة في هذا الإطار عبر وزارتي التعليم العالي والتربية الوطنية. وأصرت اللجنة على استخدام الكمامات من قبل جميع التلاميذ والطلاب في كل المدارس والجامعات، ووضع إجراءات لغسل الأيدي بالمطهرات والصابون أمام كل مدرسة وجامعة.
إن محاربة فيروس كورونا والحد من انتشاره يعتبر تصرفا يوميا وعملا لابد منه من جميع المواطنين، وبالتالي يجب على الجميع لا سيما الفاعلين العاملين في مكافحة الوباء والجمعيات المدنية بمختلف مسمياتها مواصلة التوعية الجادة وتحسيس السكان بخطورة الوباء وحضهم على احترام الإجراءات الحكومية بغية أن نقهر كوفيد-19 ونوقف انتشاره، وهذا لا يتأتى إلا عبر الخضوع للقرارات الوقائية باعتبارها الوسيلة الأكيدة والناجعة التي تمنعه. معي ضيف النشرة السيد عباس بكر عباس، عضو المنسقية الوطنية للاستجابة الصحية. السيد عباس أهلا وسهلا بك، وشكرا لقبولك هذه الدعوة. السيد عباس، قبل أن نبدأ الحديث عن فيروس كورونا، لاحظنا في الآونة الأخيرة تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في لوغون الشرقي ولوغون الغربي، برأيك ما هي الأسباب التي أدت إلى انتشار هذا الفيروس في هذه المناطق عن غيرها؟ أولا نشكرك لتاني مرة ونشكر التلفزيون الوطني لهذه الفرصة لنتكلم في هذا الوباء الخطير الذي أتى العالم كله. فتزايد عموما في تشاد، يعني بعد ما فتحت المطار الدولي، نعم، وبعد الناس يعني بدأوا أن يسافروا، فمن الأشياء الناس يقوموا به شنو، يعني واحد يقوم يجري له يعمل له الفحوصات، نعم، فالإنسان قاعد يعني ما عنده شيء، لكن بعد الفحوصات بين أو يطلع لنا كأنه هو شنو مصاب. فدي الحالات اللي كان لقيناهم كثير، والمرض ده أولا وأخيرا كلها يا جماعة جاي من السفر. فلما بدأنا السفر أيضا أشياء زي دي بيّنت، نعم، وأيضا الناس منهم يغادروا أو جايين، كل مثلا الجاي مثلا قلنا له يعني بعد 7 أيام من جينا يعمل أيضا فحوصات جديدة، ونلاحظ أن هناك أيضا في الفحوصات دي نلقوا بعض الناس أصيبوا بالمرض الفيروس. ففي لغون الغربية أو لغون الشرقية بيزاد، يعني عموما الناس تلاشوا شيء من تطبيق القرارات الاحترازية. نعم. القرارات دي يعني بينة، يعني ما في احترام، لا معناته في تزايد دائما. نعم. الناس يحترموا معناته ما في تجمعات، والناس يتجمعوا مثلا في الأفراح وفي المياتيم، ومثلا واحد مثلا جاء من سفر يقوم يعني نعمل يعني كرامة أو يجمع الناس وكذا. نعم. فكل هذه الأمور يعني ما بس إلا يزيد الإصابات يعني جديدة. ولهذا يعني نشوف مؤخرا الحالة يعني تزايد أكثر فأكثر فأكثر دائما، ودائما نقول ما في يعني الناس يخلوا يعني مثلا واحد مسافر جاء أو ساكت قاعد ذاته، يعني ما يمكن تتنقلوا مع بعض، تلموا مثلا في المياتم في اجتماعات آخرة أكثر من لازم. فده كل الأشياء احترام التباعد الاجتماعي، عدم اللبس الكمامات وكذا. فده يعني خلى الناس الشيء ده يرجع تاني مرة، ويعني عودة أو فجوة تانية ملحوظة يعني في العالم كله، ولكن عدم احترام القرارات اللازمة. نعم. دي بس يعني رجعنا، هذه واحدة من أهم الأسباب. نعم. إلى تفشي هذا. مهمة وأساسية كمان. نعم. مهمة وأساسية. البعض لا يحترم هذه الإجراءات. نعم. يحترم. أيضا الحكومة فرضت استخدام الكمامات بطريقة إجبارية، هل برأيك هذا الحل الأمثل لمكافحة؟ والله ولبس الكمامة هذا يعني واحدة من الحلول، يعني من الإجراءات، ولكن أيضا في تزايد، يعني التباعد مثلا أقل من متر ما ينفع، مثلا غسيل اليد في كل وقت، نعم، عدم تجمع الناس مثل ما قلت قبل شيء، يعني الناس قاموا يقوم مثلا في المياتم يلوم مئات، نعم، الناس يعملوا كل ما يشاءون مثلا في المساجد او كذا، الناس ما يحترموا في بعد ما فتحوا المساجد. نعم. طبعا للاسف الشديد البعض الجمعه وكذا. نعم. الناس قالوا لهم يعني كل واحد يجي مثلا بسجدته ويسلي، ما يحترموا الكلام ده. ما في غسيل اليد، ما في لبس الكمامه. نعم. مثلا في المسجد داخل قلنا مثلا المفروض يكون حتى ما في مسلايه، ما في بساط. نعم. كل واحد يجي بسجدته ويصلي. نعم. فهذا الكلام يعني الناس ما قادرين يحترموا. نعم. فاللبس الكمامة دي شيء واحدة، لكن عليها أيضا أشياء كثيرة من دينا شنو؟ عدم تجمع الناس، عدم التماس الآخر، مثلا تباعد المتر على الأقل. نعم. فهذه الأشياء مهمة جدا إضافة إلى الكمامة، والكمامة مهمة جدا. نعم. نعم. بالطبع. أنتم كمنسقية وطنية للاستجابة الصحية، كيف تسير عملية التنسيق بينكم وبين وزارة الصحة؟
نعم، دي يعني المناسخية دي يعني تحت قيادة وزارة الصحة، يعني وزارة الصحة هي تدير الأمور بصيغة عامة، لكن المناسخية لا شنو هي كما قيل يعني لها منسقية وثنية، يعني تنسق تنسيق جميل وجدا لكل يعني دم تخصص، يعني تخصص لها في المنسقية وربطنا أيضا مع الوزارة، يعني وزارة هي تحت الوزارة طبعا. نعم، هل اتخذت الحكومة عبر وزارة الصحة العامة أو المنسقية الوطنية للاستجابة الصحية كل التدابير لمواجهة هذا الوباء في حالة عودة تفشي هذا الوباء؟ قبل 3 شهور يعني ما كنا مستعدين مثل اليوم. اليوم مثلا عندنا معدات ما شاء الله، عندنا أيضا الناس الأطباء مثلا يعني كونوا مكونين أكثر وعندهم كل المعلومات اللازمة، يعني نحن مستعدون أكثر، بس لكن لا الشيء المهم هو شنو الوقاية أفضل. الوقاية لما إذا كان الله ما قدر، يعني إذا كان حصل شيء يعني نحن استعدادنا أكثر من قبل 3 شهور بالطبع. يعني طبعا نعم. هل هناك صعوبات تواجهكم أنتم كمنسقية؟ والله الصعوبات الكبيرة دي جاية أيضا في عدم تطبيق القرارات اللازمة، لأن نحن المرض ده يعني مرض نحن تشاد مثلا قاعدة في وسط العالم، جوار تشاد في حالات كثيرة، في كل البلاد في حالات كثيرة، في بلاد الكبار أيضا في حالات كثيرة، ولكن هنا إذا مثلا نحن نقوم بكل العملية بكل شيء عشان الأمراض ده تنقص، وبس نلاحظ كل يوم في تزايد، ده معناته يعني في صعوبة كبيرة، يعني الصعوبة دي الناس الشعب المجتمع يعني ما قاعد يساعد أكتر، لأن الناس المنسقية أو غير المنسقية كلهم شنو يقوموا من أجل المجتمع، من أجل الشعب، من أجل السكان، ولكن هم يعني كأن يعني ما شيء ويفعلون كما يشاءون، ربما لغياب الوعي لدى البعض، يعني هذه أسباب ترجع لها. نعم، الوعي أيضا، ولكن نحن ما قصرنا، وأنتم أيضا في الإعلام أيضا قام بدوره، ما قصر من أي شيء، يعني في كل الأماكن في كل الجهات ناس قاموا بما لديهم، ولكن الناس دائما شنو في نقص كده، يعني في اشياء كده تجبره، ما اعرف ليه، عشان الشيء ده طال ولا ما اعرف شنو، ولكن الناس دائما وضعوا الناس في حرج يعني. كلمة اخيره ونصيحه توجهها من خلال هذا المنبر الى المواطنين. والله اذا مثلا في حاله واحده في تشاد معناته المرض ما مرق، اكيد بالطبع الفيروس ما مرق، اذا مثلا في حاله واحده، عشان ده الناس لازم عليهم يقوموا ويعملوا كل جهودهم في احترام القرارات اللازمه لننتهي من هذا الامر نهايا، والناس ما يجبرون، ولكن ما ولا اخر متى ما يجبرون، اذا مثلا الفيروس انتهى، اذا الفيروس ما انتهى الناس يمكن يحاولوا يرجعوا ايضا في الامور الصعبه، ايضا الناس ما قادرين يرغبوا بها. نعم، لان يستمع كل المواطنين الى هذه النصيحه من عضو المنسقيه الوطنيه للاستجابه الصحيه السيد عباس أبو بكر عباس. سيد عباس، شكرا لقبولك هذه الدعوة مجددا. شكرا لكم جزيلا على كل هذه النصائح. شكرا جزيلا. استقبل صباح اليوم كل من المدير العام النائب بوزارة الصحة العامة والتضامن الوطني دكتور محمد حامد أحمد، والنائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الشيخ عبد الدائم عبد الله عثمان، استقبلوا وفد المنظمة الإنسانية أولا الألمانية الذي يضم عدد من الأطباء المتخصصين في مجالات مختلفة بمطار حسن جاموس الدولي، ذلك في خطوة من المنظمة التي تربطها اتفاقية التعاون مع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية للمساهمة في تشخيص الأمراض ومرافقة الحكومة في مشروعها حول التغطية الصحية الشاملة. قال رئيس وفد منظمة الإنسانية أولا الألمانية محمد الزبير أن زيارتهم هذه تأتي استجابة لنداءات السلطات العليا للبلاد لمواجهة الأمراض، حيث أوضح بأن المنظمة قدمت معدات فنية للحكومة لمكافحة كوفيد-19. أما المدير العام النائب بوزارة الصحة العامة دكتور محمد حامد أحمد ونائب رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الشيخ عبد الدائم عبد الله عثمان فقد قدموا شكرهم للوفد المنظمة، وقالوا أن هذه زيارة تدخل في إطار سياسة رئيس الجمهورية الرامية إلى توفير الرعاية الصحية للمواطنين. إلى انطلاق حملة جمع النفايات بالدائرة الثالثة بحضور عمدة مدينة أنجمينة ومندوب الحكومة لدى بلدية أنجمين. تفاصيل هذه الحملة لدى الزميل
عبد الله هارون. هذا الشارع مسدود تماما وحول إلى مكب للنفايات منذ أكثر من 5 سنوات. الشارع يقع بحي أردب جمال بالدائرة الثالثة، حيث يوجد على جانبيه أحد المراكز الصحية والمعهد العالي لإعداد المعلمين، فضلا عن المدرسة الوطنية للإدارة وسوق دومبولو. هنا يعاني الجميع من الروائح الكريهة والقذرة التي تفوه من النفايات على مدار هذه السنوات. وتلبية لنداءات البلدية من أجل الوقوف معها في موسم الأمطار لنقل الأوساخ خارج المدينة، ها هي مجموعة شركة إسنير تضعوا إمكانياتها تحت تصرف البلدية من أجل التخلص من هذه النفايات. إسنير كأنتربريز يعني هنا شواري وقرر أسمى الماشينة لسا قيدين شفتم اليوم ده خطة في ديسيجون أنا مريد أن جمعنا يساعدهم إشان هسا في وقت أنا هسا ده إنهم خدمة كثير مريد أن جمعنا ده ده يساعدهم يعني الوساخة والمراقد وهلا ساقات تشوفوا كل ده يعني يساعدهم يمرقوا من هلا ده ويوقف لنا أمراض كثير وإخوان كثير وأنبودة وأي شغل قاعد. مندوب الحكومة لدى بلدية أنجمينا وصف هذه الوقفة التضامنية بالمهمة. المساعدة ده عبارة عن ما إداتنا أمل، منهم القلابات، منهم البيل شارجوز، منهم البلوكانت بوكلين البشولو بها الوساخة، منهم سيترنا البقدر بتيرو فوق ألمي، حتى وأدونا بجروب متبوم المرقى ألمي من هلا ده كله. دونك أننا هدفنا بالنسبة للسنة دي هدف كان كبير مرة واحد، عندنا تقريبا 144 كيلومتر ده هنا كانيفو من كانيفو كبار لكانيفو دقاق ده 144 كيلومتر، لابد كان في هدفنا ده قلنا نمرقو الوساخة منا ده عشان نخلو المجاري يعني الماء تجري يعني بسهولة. ومنها بعد ما مرقنا التراب الأبرنا النمرق من الكانيفو ده كله كي يساوي حوالي 93 ألف متر مكعب، وعندنا 50 ألف طن هنا وساخة القاية في البهيلة ده. ده برنامج السويانة قلنا كان ده قدرنا في موسم الهسة قاعدين فوقه ده كان قدرنا السويانة ده معناته كهيلة نجمينا ده مرض كل ما بيجي فوقه والفيضانات ده كل ممكن ما تأكل الناس. وقد تم نقل هذه النفايات بعيدا من أجل الحفاظ على البيئة والسلامة العامة لصحة الإنسان، وعليه نهس المواطنين على العمل مع البلدية لضرورة النظافة والإسهام في جعل الأحياء نظيفة وجميلة وفاتنة تجذب القاصي والداني. نظم الاتحاد العام لمؤسسات دعم اللغة العربية في تشاد ندوة علمية تحت عنوان قراءة في الوضع الاجتماعي والسياسي والأفاق المستقبلية. كان ذلك بحضور مجموعة من مثقفي اللغة العربية. جرت المناسبة بمركز الوطني لدعم البحوث. ياسر محمد أحمد. في إطار الاحتفالات بترقية رئيس الجمهورية إدريس ديب إتنو إلى رتبة مشير تشاد، جاءت هذه الندوة العلمية التي نظمها الاتحاد العام لمؤسسات دعم اللغة العربية في تشاد تحت عنوان قراءة في الواقع الاجتماعي السياسي والآفاق المستقبلية. وقد أحيا الجزء الأول من هذه الندوة السفير صالح حامد بيغيرا، حيث تناول فيه الدبلوماسية العسكرية التشادية والجيش التشادي في السبعينات والتسعينات، وأن محاربة الإرهاب قد زادت من رفعة وسمعة تشاد في المنطقة والعالم. كل ذلك لم يأتي عن فراغ، بل جاء بتضحيات جسام بفضل جهود وحنكد مشير تشاد. أما الجزء الثاني من هذه الندوة فقد تطرق فيه السفير ألي أحمد أغبش إلى التعزيزات العسكرية والمكتسبات والتحديات الأمنية الراهنة. من الجانب الإيجابي أنه أول شيء يعني القوات المسلحة التشادية أثبتت قدرتها كمؤسسة عسكرية فعالة، وفعاليتها ما فقط اقتصرت في مهمتها الدستورية اللي بتنص على حفظ الأمن والاستقرار والدفاع عن الوطن وحماية كامل الأراضي الوطنية وسيادة البلاد، تعدت إلى المساهمة في حفظ الأمن في الإقليم اللي نحن فيه. أما الجزء الثالث والأخير من هذه الندوة فقد أحياه النائب إسحاق إيسا يوسف، والذي تناول الرؤية المستقبلية لتشاد بعد 60 عاما، إذ لابد من معرفة إمكانياتنا من جميع النواحي وتعزيزها كالنظام الأمني والصحي والتربوي وكذا القضائي والاقتصادي والإمراني. رئيس اتحاد دعم مؤسسات اللغة العربية في تشاد أكد من جهته أن السلطات العليا قد أعطت مكانة للغة العربية. هناك خطوات إيجابية في هذا المضمار تؤكد أن هناك سعي حثيث لدى قيادة الدولة ممثلة في فخامة رئيس الجمهورية في تأصيل هذا الجانب الثقافي المتعلق بالهوية الوطنية، أي ما يتعلق ب
تطبيق رسمية اللغة العربية ومساواتها مع اللغة الفرنسية، وهذا ما نراه من اعتماد التسمية للأمانة العامة للحكومة بأنها الأمانة العامة للحكومة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان وتعزيز الثنائية اللغوية في الإدارة. إذن إذا طبق ذلك نعتقد أن هذا جزء كبير من مقومات الاستقلال قد تحقق، بأن اللغة الوطنية التي يتعارف بها أو يتحدث بها معظم الشعب التشادي أو كل الشعب التشادي هي وجدت حقها من الاحترام والتقدير. وفي نهاية هذه الندوة فقد تداخل الحضور بأسئلة واستفسارات جلها تمحور حول رتبة مشير تشاد، لماذا أخذت زخما كبيرا من ذكرى استقلال البلاد، إضافة إلى أسئلة تتعلق بالتربية الاجتماعية وعملية مساهمة النساء في توعية المجتمع في مواجهة الانحلال الخلقي، وقد رد عليها المؤتمرون. قدمت الهيئة الوطنية للأمن الغذائي مساعدات لعدد من المراكز الاجتماعية المتواجدة بالعاصمة أنجمينا بهدف مساعدة المواطنين والمحتاجين والمتضررين من جراء الأمطار. أميرة سعيد وتفاصيله. ضمن الأنشطة الإنسانية التي تقوم بها حكومة البلاد عبر الهيئة الوطنية للأمن الغذائي، فقد جاء توزيع كميات كبيرة من المواد الغذائية للمنكوبين جراء مياه الأمطار، وكذا أطفال مراكز الإيواء، وذلك للتضامن معهم. المعونات المقدمة هي عبارة عن جوالات من الأرز والسكر والقلال ومواد غذائية أخرى، حيث شملت عملية التوزيع كلا من المركز الاجتماعي رقم 7 بحارة شقوة، والمركز الاجتماعي رقم 3 بحارة باريكانغو، والمركز الاجتماعي رقم 1 بحارة أنبسطنا. هذه البادرة الإنسانية وجدت الاستحسان من قبل المسؤولين بالمراكز الاجتماعية. سوا كلو لامو غاي مورغو اكل اليوم بي الناس كلو كي جامان ناس كلو كي شافو غاي انتم اكل انا يوم الله يزيد لهم. نقول شكرا شكرا مره واي كلي حكومه انا تشاد عشان دابا كرا واي بريمير فوا لينا دوم ميشيل كي لناس التعبانين في. مدير الاسره والشؤون الاجتماعيه تحدث عن برنامج توزيع المواد التموينيه. يا تو سيبلي سو سيبلاج انا بيرسون فيلنرابل في كاريغوم بريمونتي لي ديليغي دي كارتيه ديليغي دي كارتيه بريمونتي لي المير المير كم بريمونتي لي غوفرنورا غوفرنورا بيجيب لنا كوم سا عندنا باس دي دوني انا بيرسون فيلنرابل و سي ا بارتي لا او موبيليزي في عدد الانتونا دا ونازا تي ديسپونيبيزي لنا الكيت اليمونتير. علما بأن عملية توزيع المواد الغذائية شملت جميع المراكز الاجتماعية بالعاصمة أنجمينا، وحظي كل مركز ب200 جوال بخلاف مركز المعاقين بحار الدقيل الذي حظي ب300 جوال. قام مؤخرا المكتب الأبيض لحاجة هيغا ديبي إتنو لمساعدة الحركة الوطنية للإنقاذ بترميم وفتح قناة لتصريف المياه بإحدى ضواحي بلدية الدائرة التاسعة للعاصمة أنجمينا. هذه المبادرة قام بها المناضل عبد الكريم جبرين الذي أكد بأنه سيواصل في هذا النهج والعمل على تحقيق الرفاهية الاجتماعية للسكان المنطقة التي يسعى إليها مشير تشاد إدريس ديبي إتنو إلى تحقيقها. أما المنسق الفرعي للمكتب الأبيض لبلدية الدائرة التاسعة والأمين العام للمكتب الأبيض بكر علي صالح أشاد بهذه البادرة ودعوا تجار الحركة الوطنية للإنقاذ أن يحزوا حزوه وحزو المناضل عبد الكريم جبرين والعمل على مرافقة الحكومة في مسيرتها التنموية. الحالة الوبائية لمرض فيروس كورونا كوفيد 19 لهذا اليوم الأحد 30 من أغسطس 352 عينة تم فحصها، 4 إصابات جديدة سجلت في أنجمينا، 0 حالة شفاء، يبقى العدد الكلي 878، 0 حالة وفاة، يبقى عدد الوفيات 57 حالة مرضية تحت العلاج. عدد الإصابات المؤكدة منذ تاريخ 19 من مارس 200 و1012 من بينهم 200 و750 امرأة.
في 15 إقليما. تدعو المنسقية الوطنية للاستجابة الصحية المواطنين للهدوء والتضامن واليقظة واحترام القرارات والإرشادات وبالأخص التباعد الاجتماعي والمكاني، وفي حالة ملاحظة أعراض مثل حمى، كحة، عطس، صعوبة في التنفس اتصلوا مجانا على الرقم 1313 المنسقة الوطنية للاستجابة الصحية البروفيسور شوا أشومي. أعزائي المشاهدين، بهذا البيان نختم النشرة لهذا المساء. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق غرفة الأخبار، في أمان الله.